If you ask UAE, Saudi, Jordan, Egypt, Bahrain, what kind of Middle East they want to see 10 years from now? إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون الجواب متعارضا في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية. بكل ثقة والحمد لله، هذه الدولة دولة دعوة من تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود. أنا شو ما حاجة إطلاقا إطلاقا أيوه يا دلال